حلوة فين؟ اهلا يا فكور، تعالي. ايه ده؟ المدح. سلامة فين؟ سلامة في خير. كده برضه يا معلم وانت معلم. يا بنت انا حداديكي وارضيكي. اخلعوا. هما رايحين فين؟ جالهم عقد عمل في الخارج. انا عايز اخرج من هنا حالا. يا بنت انا بحبك. بتحبني اتجوزي. اتجوزك وانا ابقى خدمتك وتحت رجليك. انا محدش مالي عيني في المذبح غيرك، لكن على سنه الله ورسوله بالمأذون والشهود والفرح. ومراتي افكار دي اخت شافع بيه اللي في ايده واقف حالي. والغلبانه اللي زيي بقى تتاكل قوانطه. الله، انت هتعملي الشغل بتوعك عليا ولا ايه؟ يا بت الدنيا اخد وعطا. افتح لي يا حمدان. عمرك شفت الذبيحة دخلت المذبح وخرجت زي ما هي؟ انت اللي هتكون الذبيحة يا حمدان. تعالي اذبحيني. يخرب بيتك، طيرت الازازتين اللي في لفوخي. افتح الباب يا حمدان. حاضر. انا اقدر ما افتحش. هو اللي عملتي فيا ده شويه. حاضر هفتح. هفتح الباب وانا بعد البنيه دي اقدر اتنفس. خليك بعيد. افتح يا حمدان. افتح. افتح يا حمدان. انا ما تفتحنيش. افتح يا حمدان. انا فينهم؟ تعالي تاني. انا بحبك يا افكار. خساره خساره. ابو سيدك افتح. افتح يا حمدان. ده اكسر عليك الباب. افتح يا حمدان. ما هو افتح حمدان. حاضر يا أفكار. يا معلمة أفكار. اصول المعلمين برضه يا حمدان. انا راجل في بيتي وهي اللي جات لي برجليها. اخلص. ده هو اللي غشني يا معلم. عارف. ما انا حكيت له على كل حاجه. طيب يا جابر، انت برضه لسه ليك عين تتكلم؟ خدها وانزله يا جابر. حاضر يا معلم. يلا افكار. وطلعت صغير يا حمدان. ما خلصنا بقى. لو تعرضت للبنت دي تاني انا اللي هربيك. ومالي؟ مش قلت لك افكار انت يلزمك راجل عشان يحميك؟ معاك حق يا جابر. الغلابة ما تعيش بين الديابة. ما تزعليش يا أفكار، عيل غلط وتربى. ربنا يخليك ليا يا معلم زينب. اركبي يا بنت الناس. you
تبقى تجيني الصبح يا جابر وما يهمكش منه، انا هشغلك عندي. اطلع يا سيد. أزاكي؟ لا يا معلم، وش عرفك رقعته علقة؟ بس أنا عارفة إن حمدان مش حيفوتها. طول ما أنا موجود على وش الدنيا عمر ما حد هيستجرب يدوسلك على طرف. تعيش لي يا معلم. أنا مناي أعيش لك يا أفكار. أعيش لك العمر كله. مبروك يا معلم زين. نجيلك دايما في الافراح يا شفع بيه. مبروك يا عروس. زينهم اللي لادي انحسد بخدامته اللي تتحسد عليه. تعيش يا افكار. عن اذنك بقى يا معلم، ودي تيجي برضو يا شفع بيه؟ ما ديك مقنسنا شوية. لا معلش، اصل المشوار للعزبة طويل شوية وفي ناس مستنيين هناك. ما تبقى تجيب العروسة وتيجي تزورون، ولا ايه يا عروسة؟ تشكر، بس اما يؤمر المعلم. ده احنا يزيدنا شرف. مع الف سلامة. لا لا لا، خليك انت جنب العروس. لا لا، ودي تيجي برضه. لازم اوصلك لحد العربية، ده انت مجيتك هنا بالدنيا دي كلها. شكرا يا معلم. صباح الفل. صباح القشطة. مبروك يا معلمة. ومالك بتقولها كده؟ امال عايزاني اقولها ازاي؟ يعني ما تفرحليش يا جابر. رحت اجيب واحد يخلصك من التاني. اتكلت انا. الاخوة ابقى من ايه حاجة. وعلى العموم ما يهمكش من حمدان. انت من النهاردة تبع المعلم الكبير. كده؟ تشكري قوي يا معلمة. بالاذن. مبروك يا عروسه. طب وانت كمان شايل عبد القادر ليه؟ لا اب، ده انا فرحان قوي. عشوك يا واد، الليله دي تبحين المذبح كله ومنه نفس العشاء. حمدان يا معلم ومعاه مسدس وجايين يوصى عزوتي. انت مش عايز تبقى بشكار؟
لو حمدان لما استرفت هعلمك الدبح. المعلم جنهم، المعلم جنهم، سيد المعلمين كلها وملك المذبح، واحنا كلنا صبيانه عصايا. رقصني يا جدع. تصبح على خير يا سلام. قالوا خير؟ هو عاد فيها خير؟ Oh, shit.
صباح الفل. الفطار يا سيد المعلمين. صباحية مباركة يا أحلى عروسة في الدنيا. تعالي هنا جنبي. من عناية. بس مش لما تفطر الأول. بقول لك تعالي جنبي شوية. يا راجل ده أنا كنت فاكراك عجوز. ما هو أنت بقى اللي رجعتي لي شبابي. وأنت صنت لي شرفي. ورفعت راسي قدام الناس. ولسه أفكار. ده أنا هخليكي ست الكل. ده انت اللي شيت سيدي. الو ايه جابر في المستشفى؟ سلامتك يا جابر. افكار قصدي المعلمة أفكار. متعور وبتتنقور. ألف سلامة ليك حمدان. أيوه من تحت راسك وفي ساعة دخلتك. اتفضل يا معلم. الحمد لله الدكتور طمني. المهم هخرج إمتى؟ قريب إن شاء الله. أنا عملت الواجب. قلت حاجة للبوليس؟ لا طبعا عشان ما يطلبوهاش شهادة والناس ترغي في الموضوع. جدع. أما طارق ده سيبه عليا أنا. لا يا معلم. خدهم يا جابر ده انت اخويا وده واجب علينا. لا معلش. لا يا جدع خدهم ولما تخرج بالسلامه باذن الله ابقى فوت عليا في البيت. انا لما اخرج حب اروح للمعلم في المذبح. خلاص براحتك سيبه يا معلم. بينا يا ست الكل. سلام يا جابر. سلام. ازيك يا واد يا سلام؟ نعم ياما كده صد رد. مالك يا واد؟ ماليش. لا بقى ده انت راكبك اللهم احفظنا. اوعي بقى خرجيني من هنا. ما انتش خارجه الا لما اعرف مالك. بيقولوا لي في المذبح انك ما بتنزلش الشغل. ما بتنزلش ليه يا واد؟ انا حر وما اكلتش من امبارح وبيتك خلاص هسيبهولك مش عايز وهرجع انام تاني مع البهايم. لا بقى ده انت اتضربت في مخك. طب ده انا كنت جايه اقول لك تيجي تعيش معايا انا والمعلم في البيت. انا اعيش معاك انت وراجل غيري؟ راجل غيرك؟ ايه مجيلك؟ انت يا واد بتروح السيما؟ انا مش واد. انا راجل. والحب مش عيب. انا بعزك قوي يا سلام بس انت ما بتحبنيش. انا ما بحبكيش؟ اه اللي بيحب حد مش يتمنى له الخير؟ وانت زعلان ان انا اترحمت من الشقه واتجوزت سيد المعلمين. طب وانا؟ انت يا حبيبي اتحرمت من حنيه الام. عشت في جهنم دي عشان كده اتعلقت بيا. لكن الحب الحقيقي هتلاقيه مع بنت من سنك. وسعيد حيوان هعمل لك حته فرح لكن ما حصلش. انا مش عايز منكم حاجه وتفضلي بقى اروح للمعلم بتاعك كده. طب عقلك بقى في راسك تعرف خلاصك. على العموم بيتي تحت امرك والشغل مستنزرك وانا اختك الكبيره يا ابو عبط. القهوة يا سيد الرجالة. اسلام لي ايديك وعينيك يا ست الكل. انت ده انا اللي خدمت رجليك. استغفر الله ده انت حياتي كلها.
ده انا ربنا اكرمني بيك على كبر، وايامك الحلوه افكار عوضت لي العمر كله. ربنا يخليك ليا يا ابو قلب دهب. العمار بيد مولاها، انا ما خلفتش من مرحومه، وكل اللي ليا في الدنيا اخ واحد بس، لكن للاسف طلع قمارتي مضيع فلوسه كلها على القمار، وبيتمنى موت النهارده قبل بكره عشان يورثها. بعد الشر عليك. لكن انا بقى هكتب لك انت كل اللي ورايا وكل اللي قدامي. ربنا يطول في عمرك، وانت اللي تورث مني طشت الكوارع. بقى زينهم كتب لها فلوسه كلها. ظهر لك الابصار العقار يا معلم. لا اله الا الله. اهو ده لو ما كانش معلم في المذبح كنت قلت عليه ما شافش اللحمه. البيت افكار ذبحته وشفيته معلم. طبعا ما هو غشيم. صدق مرصحيه الشرف اللي من تأليفي وتلحيني. مرصحية يا معلم؟ اه. افكار طول عمرها بتجيلي البيت بمزاجها. وفي ليلة الواد جابر ما جاب المعلم زينهم عشان يسترزق منه، قلت هادا حمدان ربنا امر بالستر، اضطريت اخرج لها مرصحية افكار ام شرف. انت كذاب. انا؟ ايوه كذاب، وستين كذاب كمان، وافكار اشرف منك. ايوه كذاب، ما تصدقوش، كذاب، وافكار اشرف منك، كذاب. يا معلم انا وانت عارفين انها بريئه، لكن حمدان مجرسنا في المذبح والعالم كله ماسك السيره. هي حصلت؟ شرفي وعرضي ومراتي كمان؟ لم رجاله يا جابر ويلا بينا. ماشي يا معلمي. اهلا بعريس الهنا. انت لسانك طول يا حمدان، وانا جاي اقطع خولك. يا راجل انت لسه داخل دنيا، لحقت تزهق منها؟ ركزك يا انك انت يا معلم. سكينه يا سيبولي يا معلم. الباقية في حياتك. الأعمار بيد الله. لكن جوزي وأخويا وظهري وعزوتي. ربنا يلطف بيكي. أنا السبب. زينهم اتقتلوا وهو بيدافع عن شرفي. واللي قتلوا حمدان. انت متأكدة؟ جابر هو عندك كان في الخناقة ولسه خارج بكفالة. طبعا حمدان هو اللي قتله. انت شفته بعينيك وهو بيقتل المرحوم زينهم؟ اي نعم، الخناقة كانت زحمة وكل جدع ملهي في عمره، لكن اكيد هو مفيش غيره. يا رب يا ساتر. نعم الواجب يا انا جاي اعزي. بقية في حياتك تقتل القتيل وتمشي في جنازته.
أنا ما قتلتش المرحومة ست أفكار، هو اللي كان جاي عايز يقتلني. قادر وفاجر. شفع بيه من فضلك لو سمحت، أنا مش عايزة حد في بيتي، مش عايزة عزة من حد. كفايه اعملي معروف، كفايه ما تعمليش في نفسك كده. اسمع، انا عايزك تنزل المذبح تقول للناس كلها ان افكار مش هتقبل عزا الا لو خدت بالطار. اتفضل. احنا متأسفين جدا. النيابة افرجت عن حمدان والبلاغ بتاعك اتحفظ. ازاي؟ عايز اعرف ازاي؟ التهمة شيعة، خناقة كبيرة والشهود ما قتلوش حد. طبعا، ما هم نصهم رجالة حمدان والنص التاني خايف منه. والله متأسف، ده القانون. يعني الراجل يروح دمه هدر؟ انصحك، مش عايزين مشاكل في المذبح، وما تحاوليش تتحدي القانون كمان. طيب ماشي، انا هتصرف وبالقانون عن اذنك. نعم يا قد، انا لو كحيت هطيرك. افكار فين؟ عايز منها ايه يا قد؟ اوعى. مش اوعى يا نعم. مساء الخير يا ولد. نعم. الله ينعم عليك. سمعت انك انت ناوية تمسكي شغل المرحوم. قدها وقدود يا معلم، هو اللي انت عندك مانع؟ اعوذ بالله. يا ولد تخلي الشبيح ده يخلع خمسة لحسن، انا واقف بكلم وجسمي بيتنفض. خش انت جوه دلوقتي يا سلام. ماشي، لما تشوف اخرتها معاه. هنقعد ولا هنكمل كده على الواقف؟ اصل لسه ما فتحتهاش مضيفه. طب هلا هلا على الجد والجد، هلا هلا عليه. خرم في المفيد. انا راجل برقتني النيابه والمرحوم عمره كده، ومهما حصل يا افكار انا كان في بيني وبينك كلمه. هات من الاخر. كار المذبح ده عايز رجاله ومش اي رجاله، وانت اتخلقتي عشان تتستتي في سرايا، وانا تحت امرك. تحت امري ازاي يعني؟ شرع ربنا. تتجوزني يعني؟ ودلوقتي قبل بكره كل طلباتك مجابه. يا سلام، اشمعنى دلوقتي ما انتش خايف من مراتك واخوها؟ ولا عشان يعني كمني ورثت المرحوم زينه؟ انا برضو تظني فيا كده افكار؟ عرض كتفك يا حمدان. الله الله الله. بره. ماشي، بس يكون في علمك المذبح صعب وانا اصعب منه. هو انا بالرويه ومحدش قدر عليا. طيب. اسم المرحوم المعلم زين هم مش هيتنسي من المذبح. واحنا من النهارده هنبتدي الشغل زي ايامه واكتر كمان. واحنا كلنا تحت امرك افكار. اسم المعلمه يا جابر. ماشي يا معلمه. ومن ناحيه الاجر انا هدفع الطقطقين، واي راجل عايز يشتغل معايا اهلا بيه. حتى رجاله حمدان؟ هو انا قصدي من غيرهم يا سلطان. محدش هيشتغل. يعني ايه؟ يعني محدش هيشتغل. وهي دي الاخويه برضه يا جدعان؟ احنا مش اقل من غيرنا. وعيالنا اولى بالقرش. ولادكم في عينيا الاثنين، لكن زودت الطقطقين ده خرب بيوت. ده انا اخوك. انت طماع، اشمعنى افكار زودت؟ ماشي، هزود. كل على سيدي الكل. اهلا 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 يا حمدان. ابوسك من خدين. انت وحشني.
مش انا اصلا عايز حاجه. يارك مغرق. انا بس جاي اخد سميره عشان وحشتني قوي. طب وماشي اتفضل معايا على البيت. الف هنا وشفا. تسلمي ايديكي وما تحرمش منهم ابدا. ايه اخبار المذبح بعد زين؟ سمعت ان افكار مسكت الشغل. طبعا، ما انت مش عايز جوز اختك يبقى ملك السوق لوحده، مفيش غيره. ازاي الكلام ده؟ بيبعت لها يا ست مهايم بالهبل علشان تقف قصادي. لا 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 لا، ازاي الكلام ده يا شافعي؟ المرحوم كان دافع مقدم واني بديها حقها. كان دافع مقدم قد ايه يا شافعي بيه؟ جمعه؟ جمعتين؟ ماشي، انا بعد كده شاري حصته. ما تتعدلش، مفيش بينا وبين بعض فلوس. شفتي واقف الحالة يا معلمة؟ شافع بيه الأسبوع ده ما بعتش ولا عجل بتله، والرجالة هي قاعدة عطلانة. طبعًا، ما هو نسيب حمدان. خلي بالك أنت من الوكالة وأنا رايحة له. ماشي. أهلًا وسهلًا، أهلًا وسهلًا، اتفضلي. العزبة نورت. لا أنا جاية وزعلانة منك قوي يا شافع بيه. زعلانة؟ زعلانة منك؟ ليه؟ ده أنا كنت صاحب المرحوم الروح بالروح. اتفضلي. اطلبي. العالم كله تحت امرك. ما هو ده العشم برضه. ده انا وحدانيه في وسط دياده، ومالياش ظهر يحميني. ده انت تأمري امر. اعتبريني بدال المرحوم. زعلانه من ايه يعني؟ علشان حصتك ما وصلتش؟ طبعا، منعتها عشان حمدان. لا لا، وحياه المرحوم دي بس هي كانت ظروف. وعلى كل حال انا بشكر الظروف اللي جابتك لحد هنا. يعني انت كنت عايز ناجي لحد هنا؟ تجيلي اجيلك، انا تحت امرك. يعني هتقف جنبي وتساعدني؟ وكل طلباتك هتوصلك النهارده. تسلم، وشايلك للعود. ايه على فين؟ احنا لسه قعدنا. مش وقت، الايام جايه كتير. العنبر واحد في المذبح يا رجاله. حاضر. واعمل لكم يمه شويه، الطلبات كتير والقش يا معده. بنفسك يا معلم. سلامة. نهارنا فل يا معلمة. نهارك فل يا أجدع بشكار في المادة. معلمة أفكار. نعم. صباح الخير. كل واحد يروح على شغله. يا نعم. سؤال واحد مفيش غيره. شافع بيه رجع يبعت لك بهايم ليه؟ رحت هناك عملت ايه؟ اظن انت اكتر واحد تعرف يا معلم حمدان اني بالرويه ومحدش قدر عليا. ايه؟ لسه؟ وهعيش طول عمري مية مية. وما دام انت جيت بقى لحد هنا عشان تطمن عليا، احب ابشرك بشرة خير. انا نويت ارخص اللحمة جنيه في الكيلو للجزارين. يبقى مخ حضرتك طاق. احنا بنكسب اكتر من كده. فيها ايه لما نرخص للجزارين جنيه وهم يرخصوا للناس؟ فيها انك اتجننتي، فيها خرب بيوت يا افكار. اسم المعلمة وكلمتي هي اللي هتمشي، وانت هترخص غصب عنك. يا اما جزارينك هيجوا يشتروا مني، وابقى دلل بقى على لحمتك يا حمدان. اللي عملته افكار هانم ده شيء هايل جدا من وجهه نظرنا كوزاره التموين، ومن ناحيه نظرنا احنا خراب بيوت يا جميل بيه. انا رخصت جنيه وبرضه بكسب، والعمليه مش فطيره. ايوه، ودلوقتي بقى اللي مش هيرخص زي مدام افكار. الله، ايه يا سعاده البيه؟ مدام افكار وافكار هانم، هو انا بلا مؤاخذه شايفني فاتحه بوتيك؟ هي العمليه قطع عرق وتسيح دم، واللي مش هيرخص زيي تعلقوه وتسلخوه. تكونيش ناوي تخش الانتخابات. ما تكلمنيش انا، كلم سعاده البيت. يا جميل بيفهمني، احنا لو رخصنا للجزارين، الجزارين مش هترخص للزباين. التموين يبقى يصطفل مع الجزارين، لكن احنا نعمل اللي علينا. وهو ده الصح. وانا بوعدك اني هكتب تقرير مفصل وارفعه للمسؤولين. تشكر سعاده البيت.
فوتكم بعافية يا معلمين. الله يعافيك يا أختي. عقبال ما يدوك نشان البتالو. مساء الفل يا ست الكل. الله الله الله، ايه ده كله؟ ده انت رسمت المعلمة على الآخر. أقل منها ولا إيه أفكار؟ ده ودود يا معلم جابر. اتفضل. احكي لي بقى، إيه آخر أخبار المذبح؟ نص جزارين البلد اتصل بيا، والنص التاني هيتصل طبعا. ربط معاهم كلهم وريحهم في الدفع. وانا من ناحيتي هكلم شيف عبيد يبعت لنا اللي يكفيه. وبكده تبقي انت ملكه المذبح، وتقعدي بقى تريحي في البيت بدل المرمطه، وانا هشيل الشغل كله لوحدي. تشكر يا معلم جابر، ده انت تشيل ونص. على الاقل تريحني من خلقه حمدان. وإذا كان على اجرتك. اجرتي يا افكار. انا برضو جابر، واللي في قلبي لسه في قلبي. احنا مش هنخلص بقى من الموال ده يا جابر. امال هتعيش من غير راجل افكار؟ انا مش هتجوز بعد المرحوم. ليه؟ كان اجدع مني في ايه؟ ما هو في حال المبتدى برضو كان صابي زي سلامه وبشكار زي حالاتي. شفت فيه الحنان اللي اتحرمت منه طول عمري. انا عايزك تفهمني يا جابر. محدش في الدنيا دي كلها فاهمك قد افكار. في الاول ما رضيتيش بيا ورسمتي على فلوس زينه. انا يا جابر؟ ايوه. ودلوقتي بعد ما اتغنيتي عايزاني خدام عندك وبس، وبتلفي طبعا على شفع بيه زي ما قال حمدان بالظبط. لا بقى وانت الصادق، ده انت الاستغلالي. لما حسيت اني محتاجالك حبيت تفرد قلوعك وتتشرط عليا. بقولك ايه، انا غلبت معاكي وزهقت منك. انا خلاص لا عايز اتجوزك ولا عايز اشتغل عندك. الباب يفوت جمل. طيب افكار. ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. ولا يهمك ملك، انا ادي القول وامسك لك الشغل كله بداله. مفيش فايده يا سلامه، انا مكتوب عليا الشقه وماله حشقه، لكن اللي في دماغي لازم انفذه. لازم اخلي الناس دي كلها تقول ان دي مره بس بمليون راجل. دايمين والدنيا بلعب في الخلق وكل الناس دايمين وقلوبها بتعب وزمانها موجود. الراجل المبدع اللي انا خسرته اهو. انت بقول لك يا معلم، مش هتصدقني لو احلف لك ان انا بعزك اكتر منك. ما انت بتأذني قوي، عشان كده بعتلي رجالتك يقتلوني. ما حصلش، العيال اتسربوا من ورايا، ما انا بريء منه. واحلف لك يمين. تحلف لي يمين؟ تحلف لي شمال؟ اختصر يا معلم. يبقى هتضايف عليك واشرب القهوه على حسابك. يا نعم هات له قهوه ابو لذيذ. انا يا حاضر، بس تكون على ميه بارده. ومحبه غير بعد عداوه. احنا مهما حصل رجالة مع بعضينا. سمعني خدت ايه من شغل النسوان؟ بقول لك يا معلم، اوعى تفتح بقى بكلمة على افكار. انت الظاهر عرفت ان انا سبتها. اه طبعا عرفته، عشان كده جيت لك. انت هتبقى دراع اليمين الكل في الكل. بقول لك ايه، هتسهر معايا جبورة الليله دي في البيت. انا برضه اللي سكرت يا جدع، ولا الطور اللي شايل الارض هو دماغه لف. انت اللي عظمك خفيف مش واخد على الشرب. اديها جامد يا حبيبي عشان تنسى. ما هو مفيش امر من عضه النسوان. اه حبيتها قوي يا حمدان، حبيتها من زمان. وعهد الله عارف، بس انت دلوقتي بتكرهها قوي قوي. وسكت لها ليه؟ ما انت فيدك تتباعها زي ما ذبحتك، ولا ناوي تسيبها تلعب بينا احنا الاثنين؟ لا يابا، تلعب بمين؟ ده احنا معلمين قوي. اه يعني، لكن انا عايز اذيها. اذيها ازاي؟ ها؟ انا نفسي اخليها تحلف بيا.
انا غلطانه اللي وسعت الشغل واتكلت على جابر. سلامه، قوم انده لسلطان. حاضر يا معلم. ولو اني يعني اديله له قدور. صباح الخير يا معلمه. جابر اخوك وحبيبك. انا كنت متاكده انك هترجع تاني. وانا ما هانش عليا اسيبك لوحدك، بس على الله انت تكوني نسيتي الموضوع. موضوع مين يا راجل؟ ده احنا اخوات. يلا قوم اتكل كده، امسك الشغل وتصرف في كل حاجه. ماشي يا معلمه، وهتلاقيني من ايدك دي لايدك دي. يلا على البركه، واخر النهار تعالى لي على البيت. تعيش يا معلمه بالاذن. مع السلامه. بقول لك ايه؟ انا مش مرتاح من ناحيه جابر. مش عايزه ولا كلمه عن جابر. جابر جدع. ده انا ما صدقت رجع لي. بكره نشوف. ميرسي قوي يا معلم حمدان. ولسه يا سعاده الباشا، احنا في الخدمه دايما. اللي في اتفقنا عليه هيحصل، المهم نفذ من ناحيتك. ماشي يا جميل. يا جميل ايه؟ اللحمه دي بتاعت مين وراحت فين؟ بتاعت المعلمه افكار سعاده البي وراح السوق. اتفضل يا دكتور. اللحمه دي مش مختومه. مختومه سعاده البي والختم اهو. الختم ده مزور، يعني مذبوحه خارج المذبح وممكن تكون غير صالحه للاكل. انا ماليش دعوه يا سعاده البي، انا عبد المأمور. انا يا جابر اديتك اللحمه دي وقلت تنزل بيها السوق؟ ايوه حصل، ومستعد اجيب شهود على كده. قصدك حمدان اللي هيجيب الشهود؟ ما هو انتوا الاثنين عينه واحده. الله يرحمك يا معلم زينهم. علاوه على شهاده جابر، التحليل طلع اللحمه فاسده، كمان الذبح خارج المذبح مخالف للقانون. القانون؟ ها القانون ده يا سعاده البيت؟ القانون اللي ما انصفنيش وجاب لي طربوشي؟ عايز يعمل فيا ايه تاني القانون؟ النيابه هي اللي هتتصرف معاك، ولا امين. يا يحيى العبد. جدع يا جابر، جدع اللي عرفت تجيب مناخيرها الارض. بس انت عايز الصراحه يا معلم، انا لما خدوها الحجز صعبت عليا. لا يا حدق، انت لو رجعت في كلامك اللي في المحضر هتبقى شاهد زور وهيحبسوك. يعني مفيش اي طريقه يا معلمي؟ مبقاش قلبك خفيف ومال، وعهد الله لو رجعت في كلامك انا اللي مش هعتقك. خد يا باكو مقفول اهو، شبرق بيه نفسك. انت عايز الصراحه يا معلم؟ ما تفلقنيش بقى بالصراحه والزفت، انا قايم انام واتكل انت. ما تعملش نفسك مش شايف. سلامة، أنا كنت عايز أقول لك سلامة. أنا كنت باصص لك على إنك جدع، وكنت أتمنى أبقى زيك، لكن دلوقتي مالكش عندي غير حاجة واحدة بس. إيه؟ فوق. يلا. يلا على العربية على طول. ندي كويس. بس حبيبي ما تعيطش بس. ده انت اجدع جدع في المذبح. انا قصدي مفيش بايدي حاجة عملها. في ايدك يا حبيبي. خلي بالك من نفسك. ما تضحكش علينا الناس. غير معايا يا ربنا. يلا يا ابني كفايه كده.
وانتي عربيه السجن مش عربيه ملاكي، اتفضلي قدامي. اركبي تشويش. حاسب يا حضره الصلع البراويه. طبعا جاي تتشمت فيا. انا يا اختي التحقيق طلعني براءه. وانا التحقيق طلعني مجرمه. بس انا ماليش ذنب في اللي حصل، عموما انا مستعد لاي خدمه. شايلك للعوزه وراجعالك يا حمدان. قدام يا بنت. وخلي بالك انا مفترية مع كويس. ما بالك بقى لو رحت بعمل معاها ايه؟ الست انا حاطه ايه نفسي؟ انا عايزه اقضي 6 أشهر الليلة على خير. ده انا مظلوم. عارفه يا كبدي. ما كل اللي هنا مظالمين. فوتي فوتي قدامي. مسمار؟ لا تبقى مش بنتي كار. انت وماتك ايه يا اختي؟ اللحمه. تبقي بنتي كار؟ لا مش اللحمه اللي في بالك، دي قضيه تموين. تموين يا سفاحين؟ انتوا اللي مصين دم البلد، هو احنا بنبيع اللحمه التانيه الا من تحت راسكم؟ طبعا مش هتصدقيني لو حلفتلك اني مظلومه. لا احكي احكي، احنا هنا بنصدق بعض جدعنا. ده احنا بنتسلى. قوليلي بقى ايه موالك؟ انا كنت بالرويه ومحدش قدر عليا. صدقتني بقى لما قلت لك البت دي مش هتستر؟ بصراحه افكار خساره في السجن. اه غارب يا عمنا المذبح دلوقتي ما بقاش فيه غيري. انا جاي لك وشنطه العربيه متستفه فلوس وناوي اشتري كل اللي عندك. يا سلام. امال ايه، انا لازم اكل السوق وابقى ملك المذبح. قلت ايه؟ ماشي يا ابو ناسب، بس برضو افكار صعبان عليا. تخيل يا بنت انت وهي. يلا وانت واقفه كده ليه يا بيه؟ على ايديك ده عشان حالنا؟ ما تشتغل يا ليه؟ حاضر يا حمدان. أنا عايز الحاضر يعلن الغايب. تقولوا للجزارين كلهم اللحمة اللي نزل لها جنيه زودناها جنيه وفوق منه كمان جنيه. آه يا معلم بس ده كتير. اكتم ياض، أنا لما أتكلم تخرس أنت. الجزار اللي مش عاجبه يخطف رجله لحد أفكار في السجن يشوف لحمتها النهارده بقت بكام. مالك يا بنتي يا افكار؟ ارحمني يا زوبة، مصاريني بتتقطع، سجاجين بتقطع فيها. لازم اكلت لحمة، ما هم اللي بيوردوا لحمة هنا في السجن ما عندهمش رحمة. الحقوني يا ناس بموت. دكتور، ما فيش دكتور. الحقوني بالدكتور.
طب سايب شغلك ليه؟ ده انت زي ما قالوا لي بقى انك بتسكر وتتخمد. انت فاكر ان انا بدفع عوانطه؟ راسي تعبان. تعبان قوي يا معلم. وانا ما يلزمنيش التعبان يا اخويا. ولا فاكر انك خلصت لي موضوع افكار خلاص؟ تقبض من غير ما تعرق. معلم انا ما قلتش حاجه. انا اصلي انت مش راجل. عندك انت قعدت فوق لي شغلك يا قد. تتعب في لقمتك. وان كنت تعبان يا حبيبي روح، انا ما يلزمنيش تعبان. فتح استراحة انا اروح امك. امرك يا معلم. امرك. يا حمدان انت حسابك تقيل قوي. انت عارف انت دلوقتي حسابك كام؟ مش فاكر ومش عايز افتكر. وبعدين انا براحتي يا باشا ادفع ما ادفعش. ايام زمان لما كان قدامك زينهم وافكار كنت بتدفع مقدم. دلوقتي لما استفردت بالسوق عايز تزعلني منك يا حمدان؟ والله ظروف الشغل بقى وانا نظامي كده. ثم على فكره انت سعرك غالي كده. طيب يا حمدان وان مرخصتش هشتري من غيرك. وخليك انت بقى مع المعلمين الصغيرين وابيع لهم بالراس والراسين. ما كانش العشم يا ابو نسب. ما تجيبش سيره الناس واحنا فيها. اذا كنت عايز اختك خدها معاك يا سميره. ايوه ايوه يا حمدان. اخوك مروح. يا ريت تلم هدومك وتروحي معاه. يا مشطتي. تمام يا فندم المزنقة. طب انصرفت. تعالي افكار. الاستاذ بدر خليل المحامي بتاعي. المحامي بتاعنا؟ ايوه من طرف شافعي بيه. كتر خيره. انا اطلعت على ملف القضيه وطعنت في الحكم وفي امر كبير في الافراج عنك. سلامة يا معلمة. نعم. الله ينعم عليك. جاي اعمل الواجب. نعم. الله انت برضو لسه مش مصدقة ان انا بريء. ياما في الحبس مظاليم. صح. وما محبة اللي بعد عداوة. صح. وتشكر على الواجب يا حمدان. سلام يا جدع للمعلم حمدان. وريني عرض كتافك يا حمدان. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. اتفضلي. سلام لي والبركة فيك. ايه في العفو؟ أنا ما عملتش حاجة. أنا مش عارفة أودي جمايلك فين. إيه ده أقل واجب. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. أنت عارف طبعًا إن حمدان هو اللي عملها فين عشان يستفرد بالمادة لوحده. لكن أنا عايز أنزل الشغل وأقفله تاني. تحت امرك. العزبة وصاحب العزبة. ما هو ده العشم برضه. احنا لسه هيكون في بيننا وبين بعض كلام كتير. كتير قوي. مش وقت يا شافعي بيه. على كل حال انا بالي طويل. وحبالي اطول. ولا تحت امرك.
والايام جايه بينا كتير قوي، الشغل هيرجع زي زمان والاجر كمان، والباب مفتوح لكل راجل جدع في المذبح. اللي يحبونا ايوه، ايوه، اللي يكرهونا لا. لا سلطان امور يا معلم، تعالى معايا. عباس ايوه تعال. اؤمر يا معلم. بقول لك ايه، هتنزل من العربيه وتجري تخش على العماره على طول، تعمل حركات في الشارع، تصرخ، تقول يا عالم يا ناس، هتضحك. عملت كده ليه؟ أنا غلطان. الشيطان حمدان هو اللي خواني. سيبنا لوحدنا يا سلطان. يا معلمة الأحسن بعد. بقول لك سيبنا لوحدنا يا سلطان. ماشي. حمدان ينفعك، اهم رجالتي جابوك من وسط المذبح وكان ممكن يخلصوا عليك. ايوه، لكن انت عصيره يا معلمه وقلبك زي البرده البيضة. هي كلمه واحده. امور يا معلمه، انا خدام. حمدان انا ما كرهتش في الدنيا، اللي عملته معايا تعمله معايا. يا معلم حمدان داري على شمعتك، ما تحرجناش معاك. انت بتورد لحمه لملجأ اطفال؟ ليه؟ خير؟ تحب اشتكي يا سعاده البيت؟ وهي اللحمه المريضه التي يأمر دكتور المذبح بإعدامها، ولكن توضع عليها أفتام مزوره وتورد للأطفال اليتامى. بلا ده كاذب يا سعاده البيه. الله، هو احنا ما قرناش ظهري بقى ولا ايه؟ اسمع يا معلم، انا المره دي اتصرفت وطلعت بلا كاذب، لكن المره الجايه مش هقدر. خفت يا حمدان؟ ماشي. الا البلاغ ده من مين يا سعاده البيه؟ مين اللي قتله؟ دي شغلتك يا حضرة الضابط. جابر هو اللي شهد عليكي ودخلك السجن، ودي شبهة عليكي. سيادتك عندك القانون، لو لقيت علي أي دليل بالقانون أنا رقبتي للقانون. أنا ما كنتش أتصور إن قلبك الحنين يتغير ويقسى بالشكل ده. أصلك ما شفتش اللي أنا شفته ولا تعذبت عذابي. أنا سمعت بإن النيابة اتحفظت على القضية، لكن المذبح كله بيقول إنك أنت السبب.
انا ما عملتش حاجه يا سلام. انا وقعت ما بين كلبين وكان لازم واحد فيهم يعض التاني. طب وبعد كده هتعملي ايه؟ بكره تشوف. ده انا بالرويه ومحدش قدر عليا. اتفضل يا سيدي الكل. ايوه كده البيسي والزواقي وعيشي. هي الدنيا تسوى؟ على قولك. انا اول ما طلبتني في التلفون سبت الدنيا كلها وجيت طوالي. انا تحت امرك اؤمري. لا ابدا، زي ما قلت لك عزمك على الغدا وطبخلك بايديا. تسلم ايديكي. يعني مفيش حاجه مهمه؟ هو انا عندي اعز منك ولا اهم منك؟ نفس الشعور يا افكار. ارجوكي تقبلي مني الهديه البسيطه دي. اتفضلي. الله تجنن يا خبر. وليه كلفت نفسك غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا غاليه. تسلم يا غالي. خد لبسها. قوي. يبقوا كام؟ 115 يا معلم. ليه؟ السواق بتاع شافعي بيه اتكلم في التليفون وبيقول ان شافعي بيه عند افكار في البيت من بدري. الله الله، ده اللعب حلاوه قوي. طيب يا افكار. تسلم ايديك يا ست الكل. طب اقعد بقى لما اجيب لك الحل. تعالي هنا. هو في الدنيا كلها احلى منك. بس ماليش بخت يا شافعي بيه. ماليش راجل اعتمد عليه. محتاجه لظهر يسندني. قالي تحت امرك. وبكره تشوف الشافع هيقدر يعمل ايه. انا لو فرست رجاله البلد كلها ما لاقيش ظهرك. لكن لكن ايه؟ مهري غالي عليك قوي. غالي عليا ليه؟ اصله جوز اختك. ها؟ حمدان يعني؟ وايه يعني؟ انت لو طلبت نجوم السما هجيبهم لك. تاخد لي بطاري منه. توريني يوم فيه. ساعتها بس هبقى خدامة رجليك. بالهنا والشفا. شفت ايه يا عالم؟ هي دي لحمة تتاكل يا ناس. هنعمل ايه؟ هي دي اللي بيجيبوها. اصل اللي بيجيبوها كفرة. ادي الثلاجة يا فندم وادي المسؤولة. انت المعاون البيطري؟ ايوه يا فندم. في اخبارية بانك بتقبل من مورد لحوم فاسدة. لا لا، دي لازم تكون شكوى من طليقتي. افتح الثلاجة، هناخد منها عينات. اتفضل. امسك يا. اهلا سعاده البيه. اختصرت لك الطريق وقبضت لك على المتهم. افندم ما انا بريء من الموضوع، ولما بلاغلي اتقصت والواد اعترف. انت قياد قدام سعاده البيه بعضله لسانك. المعلم كان بيديني اللحمه سليمه ومختومه. هو بقى كان بيبيعها في السوق بمعرفته ويستلط للمستشفى اللحمه اللي وقيع. في حد ضغط عليك عشان تقول الكلام ده؟ لا بيه، انا اللي ضميري صحي. صحي؟ ده مؤاخذه قلقنا منامه، بس هيشبع نوم في السجن. خدوه. حصلنا على الاسم عشان ناخد اقوالك في المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. هات يا. كلم المحامي يروح له وبشبش بيته بقرشين. ماشي يا معلم. بس البلاغ ده من افكار. لا افكار ما تعرفش ان انا بورد لحمه للمستشفى. الضربة دي من شافعي. تعالي شوف الأمل اللي احنا فيها. ما
الفوار كافي عشان يعوضوا ملزمه فوق عن سنة. طب والحكومة؟ ما هو لابد يكون بالك. ما يقدرش لأنه متفرق من الضرائب، مش ثابت الحاجات دي في أوراق بيع وشراء. وانت هتتصرف فيهم ازاي؟ انا حسبتها قانوني، شاريها بحر مالي، حمضي كام واحد على كذا مبيع. وازاي قدرت تكون كده؟ طبعا روشت صاحب الارض. انا افكار صاحب الارض كده كتامي؟ لا كتامي ازاي، انا اشتريتها وسجلتها بعد حاسه ان الحوم جنن، وجبت لها مهندسين زراعه ودكاتره وعمال ومكن وكله، ما كانش ناقصها غير البهايم، وهي وصلت. وهتربي وتذبح، ده انت كده هتبقى ملك السوق. امبراطور اللحمه. الله، ده انت بقى ما خدتليش بطاري، ده انت شغلتني لحسابك. الله، هو في بيننا وبين بعض حساب؟ ما احنا مصلحه واحده. حمدان، انا بالرويه. عارف. وانا حبيبتي خاتم في صباحك الصغير في ايوه طلب، ولما نتجوز السوق كله هيبقى في جيبك. ماشي كده، يبقى يلا بينا بقى نروح. لا ادام انا بجيت بقى لحد هنا، يبقى افوت على السيد البدوي اقرا الفاتحه واحصلك. شنو يا شيخ العار؟ اتفضلي اتفضلي، ما تتاخريش، انا في الانتظار على نار. ايه بس سعاده البيه، احنا نسرق الحكومه انما ما نستجرش نسرق حضرتك. طب وغيرك سالت؟ كلهم حلفوا وما يستجرش حد يكذب عليا. طب روح انت دلوقتي وهعوزك تاني. حاضر يا سعاده البيه. قلبي عندك في اللي حصل. وانتش عرفك ايه اللي حصل؟ عنابر المذبح لها ودان، واللي عملها حمدان، وحاجتك في عزبته. حمدان؟ عزبة؟ حمدان عنده عزبة؟ ابلي طنطا، وحيعملها مزرعة لحمة، وحيدبحك في السوق. حمدان يدبح ناني؟ طب أنا نازل رايح له. لا، في المذبح وسط رجالته. هو أنا مكتوب عليا يا ربي كل ما أحب راجل في إيده؟ أنا أفكار سيد الكل وعند رجالتي وعزوتي. طب ورجالة حمدان والحكومة يا شافعي؟ في العزبة أحسن، بعيد عن الناس، وهناك تاخد حقك وتخلص من حمدان. وحمدان هيكون هناك إمتى؟ أنا حودهولك لحد هناك وأسلمهولك مشفي. استنى اقعد عندك. الحمد لله على السلامة أفكار. قريت لنا الفاتحة؟ لا أنا كنت عند شافعي في العزبة. عرفت. إيه اللي وداكي؟ خفت عليك، قلت أروح أطقص لك أعرف هو بيفكر في إيه، ناوي لك على إيه. ناوي لي على إيه يعني؟ شافعي عرف كل حاجة. تبقى أنت اللي قلتي له. أنا؟ ما كنتش جيت قلت لك؟ شاف الليلة دي هيروح لك على عزبة بالليل وهياخد رجالته عشان ياخد حاجته غصب عنه. حاجته ده ايه؟ دي حاجتي ومظبوطة على الورق. طب انا رايح لك. لا انا خايف عليك يا حمدان. ما انا عشان اطمنك هاخدك معايا. انا؟ طب وانا لازمتي ايه؟ طب اروح له انت واصطفل معاه؟ اهو بدل ما توحشيني. ايوه بس بقول يعني. ما تقوليش. تعالي. ايه
أفكار. أمال فين شافها ورجالته أفكار؟ ولا ريش؟ ده مفيش حد هنا خالص. ايه ده يا معلم؟ علم علمك يا معلم. علم علمك؟ ده كمين وانت اللي رسماه يا معلمة؟ من قدم السبت لقى الحد قدامه. اشرب بقى يا معلم. ايه مسلحك انت ورجالتك يا حمدان؟ ومن غير ما تقول انا سلاحي ما يترفعش في وش نسيبه حبيبي. سلاح اهو. ارمي يا انت وهو سلاحك. لما انا يا ابو ناسب امال سرقت بهايم ليه؟ تدبير البراويه دي. اوعى ايدك ما تلمسنيش، انا في حمى شافعي بيه. البراويه اللي بتتحمي فيك دلوقتي هي اللي دبرت السرقه، سهرتك عندها في البيت عشان تديني الفرصه الصفره ده انا بالعزبه. الله، دي جات لي النهارده وهي اللي قالت لي ان انت اللي سرقت البهايم. شلها يا بدوي. ما تصدقوش يا شافعي بيه، ده كذاب. ما صدقوش ازاي؟ ده انت جايه معاه، يعني لعبت بينا احنا الاثنين. اسم الله عليك يا ابو نسب، لعبت بينا احنا الاثنين. ايوه انا لعبت بيكم انتوا الاثنين عشان اخليكم تخلصوا على بعض واخلص الناس من شركم. قتلت الراجل الطيب اللي خلالي قيمه، وكنتوا عايزين تنهشوني من بعده. كنت عايز اعيش بشرفي واساعد الناس الغلابه، لكن الغلابه ملهاش عيش بين الديابه. اديك عرفت نهايتك يا افكار. كازلك يا هات سكينه يا ولد. انتوا مش تجار لحوم البقر، انتوا تجار لحوم البشر. صح، وانا وشافعي بيه مش هنخسر بعض علشان ذبيحه. عندك العيب يا حمدان. انا بالرؤية وقدرت علي. هموت في الكوارع. بقول لك ايه يا نون، الصبح احنا ساعة الصبحيه. الكوارع يا سليق. بهريز نقوم المنظارة دي يا بيت. نون يا ابن عيشة، هعملك ممسحة وخيشة. او لما جانس يا بيت وريني كده. غور حلاوتك يا مشكار، يا ابو كازك ومستحاد. بس معاك زي بتاع بقه. مريتك افكار وخدت حق منك وزياده. ياما بخروني لا تسرق. توري مين يا واد؟ مش عايز ترفع كازك على مارة؟ هبل من حياتك يا جابر، ده كان هزار يا جدع. طب يلا وريني عرض قفاك. ماشي عشان خاطر الاخويه. اخويه؟ وشك في الحيط وقفك ليه؟ انا ياما قلت لك افكار، انت واحده نيه ويلزمك الجدع اللي يقف جنبك ويحميكي ويريحك من كل. وانت في المذبح يوميتك عشرايه وبتقطع وتذبح بره بعشرين، ده غير الجدعانه. فضها سيره. ماشي يا افكار، يعني انا غلطان؟ عاجبك عيشتك في الخرابه دي؟ ادي اتعودت عليها من يوم ما اتولدت. بقول لك ايه يا جابر، انا مقدرك زي اخويا، خلينا اخوات احسن. طبعا هتروح فين يا سعلوك بين الملوك؟ المذبح مليان معلمين تقايل قوي. مش وصلني انا الحمدان. قطع لساني اللي يقول في حاجه بيني وبين حمدان.
عينيا شايفه بصيتك ليه، وهو كمان عينه منه. مالكش صالح، القلب وما يريد. انا واحدة عشت طول عمري بشرف. ايوه بس انت مش قد حمدان، انا قلبي عليكي. حمدان بتاع وقته بس، مش هيقول يا جواز يعني. وانا مش هقول غير بالتزلك اللي في رجلي وفي التحصيلة بقى، وتمشى بقى في رجل خسارك. ماشي يا أبكار، بس الأيام هتيجي اللي تثبت إن كلامي على حق. شايلك للعوزة. ماشي يا أبكار. المعلم حمدان وصل. ده الأبارة يا جابر. شبهنا يا معلم زينهم بيشاكبونا في أكل عيشنا. ده بينا خلاص يا معلم. صبيانك هما اللي افتروا يا معلم. ما هم لازم يفتروا، لو ما افتروش ما بقوش رجالة حمدان. الصلاة على النبي، انا مش فاضي قد زينهم بتاعك ده يا معلم. عيب، ده برضه كان زمان معلمك. كان زمان وجابر يا حبيبي، كل وقت وليه ادان. انا قد دلوقتي مالك المذبح. اخلع يا عايل بصبيانك حلواني. انا مش عايل يا معلم، بس عندي عيال. حاضر يا معلم، هخلع. يلا رجاله. حلاوتك يا معلم يا سيد المعلمين. كل حي يروح شوف شغله يا رجاله. يلا يا حبيب. ده احنا نهارنا في الليل يا ده جابر. ده التفكار اهي. ما تنسى يا معلم، دي مش من توبك. انت هتديني مواعظ. التفكار. استنى انت. نعم يا معلم. ازيك يا أبكار؟ تسلم. مبسوطة؟ عايشة. حد هنا مزعلك؟ أنا بالروية ومحدش يقدر علي. حلويتها بالروية. طول عمري كده يا معلم. طب عايزة حاجة؟ يلزمك فلوس؟ شايلك للعوزة. وبعدين يا جابر في البيت دي؟ يا معلمي دي مش من توبة، سيبها ما تعبرهاش. معلش تتداوى، ومن غير دواء تتساوى، وإذا ما تساويتش تتاوى. اهلا سيدي المعلمين، العزبه نورت يا معلم زينهم. نار بصاحبها شافها بيه. اهلا، الغدا والعشاء هنا والبيئة الليل. يا ريت، لكن الجو بقى في المذبح مش هو، وعشان كده انا جاي لك. انا سامع عن المشاكل اللي بيعملها حمدان في المذبح كل يوم والتاني. حمدان ده لو ما كانش جوز اختك انا كنت خليت الدم للركب، لكن انا بقى عملت لك حساب وجيت لك الاول. وديتك عندي بالدنيا كلها. حد انت صابي من صبيانك، وما كانش يروح لحد عندك ويحب على راسك قدام الدنيا كلها، انا مش هورد له بهاي، ويبقى يروح بقى يستلقط الوقيه. وانا مستعد اشتري اللي عندك كله واللي هيبقى عندك لخمس سنين قدام كمان.
هقولك عربون كام؟ مليون؟ لا مش كده يا سيد المعلمين، ما تصطادش الفرص. أنا بس عايز أقدم حمدان كام يوم كده، لكن مش عايز أذبحه في السوق. اتفضل. عالعموم أنت سكنتك على رقبة الكل واللي تقبر بيه. اسمعي يا زينة. نعم. روحي لحد المزرعة قولي لمصطفى يجيني قبل ما يشحن البهايم. حاضر. خلاص. اطمن يا معلم زينة. ما تخافش ولا انت وهو. يلا يا جدعان. انت جدع. انا مش شايف ترابيزه زينه، ما قلت انت ترابيزه ده. ملوش حاجه ومش هيذبح. بس ده يبقى خراب بيوت. اوامر شافعي بيه لحد معلمك ما يكلمه في التليفون. شاف عبيد ما بعتش ولا فرده الحمدان. والله وفيت وعدك يا شاف عبيد. اسمع يا سلطان، الدبح الليله الساعتين بعد نص الليل، الرجاله تيجي من الساعه واحده، والقهوه كلها تفتح، والمشاريب كلها اللي تنزل. انت واجب يا معلمي. حمدان يا معلمي. مفيش داعي لكازلك ده دلوقتي. أنا عارف هو جاي ليه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ربنا يزيد ويبارك. إيه ده كله؟ صباح الفل يا معلم الكل. يا سلام. دلوقتي رجعت تاني معلم الكل. ما انت كنت خلاص بقيت ملك المذبح. انا استاجر اقول كده قدامك يا معلمي، ده انا لحم كتافي من خيرك، ولا مؤاخذه بقى مشاتمك الا اللي مبلغك. نهايته يا حمدان. انا صبيك من حال المبتدا، وصبيك لحد ما اموت. يا تموت كده بقى، يا موت يا تموت. انا فداك يا معلمي، انا فداك. ده انا اتذبح واتسلخ واتعلق زي الذبيحه، واذا كان كلب من صبياني غلط فيك تتداوى. وادي راسك ابوسها قدام الليسه ولا ما يسواش. معلمك يا صبي الهفا، يبقى كل مخ عشان تفتح مخ. حمدان سلامه بس راس يبقى هيطول. الصلح ده مش هيطول كتير، وبكره نشوف. يا واد انت مالك ومال السياسه؟ الله، مش راجل وجدع في المذبح. يا واد خليك في اكل عيشك احسن، تلاقيك ما اكلتش بالصبح. معلش الرجاله قد ظروف. طب وغلاوتك؟ ما انا بايع جوزين الكوارع دول. شيل يا واد نتغدى بيهم، ده البهريز يرم البدن. اوبا. يلا بسم الله، مد بايدك. تسلم ايدك. بالهنا والشفا. ايه واد ما بتاكلش ليه؟ انت طيبه قوي. طبعا، ودي حاجه غريبه في جهنم اللي احنا عايشين فيها. من يوم ما ماتت امي وابويا حبسوه تحت التموين، ما حسيتش بالحب غير منك انت. انا برضه زيك من صغر وحدانيه، وطول عمري محرومه من كل حاجه. وازاي قدرتي تعيشي من غير ما تاكلك الدياب؟ ربنا فوق وجدعانتي تحت. يا واد انا بالرويه ومحدش قدر عليا. انا بحبك قوي. وانا كمان، ومعتبرك زي اخويا الصغير، وعايزك تكبر وتتعلم الصنعه. انا عايز ابقى بشكار زي جابر، وتبقى معلم قد الدنيا، اكبر من حمدان وزينهم كمان. خد اربع اوقات. خد. شاف عبيه وصل ونزل عند حمدان في البيت، ما نزلش في المذبح. يا بوس طالحه، على العوم هنشوف. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل يا افكار، ازاي احوالك؟ الحمد لله، مستوره. يلزمكيش ايوه خدمه. تشكر يا معلم، شايلك للعوده. انت بنت جدعه وشريفه، والمرحوم ابوكي كان من رجالتي، وامك كانت ست اميره. ابقى روقلها طلباتها من المذبح يا سلطان، ونقلها هي دونا عن غيرها. الهي يخليك ليا يا سيد المعلمين. فضتك بعافيه. مع الف سلامه يا افكار. خسارتها خسارتها في المذبح دي، تستاهل فيلا. فيلا تتحط في سرايا يا ابني، ولا كل السرايات كمان. على المؤاخذه يا معلمي،
انت من يوم ما توفت المرحومه مراتك عارف اللي هتقوله. طب وليه لا؟ ده انت سيد المعلمين وعايز اللي تخدمك. بقى واحد زي حمدان ده صبي من صبياني يناسب شافع بيه، وانا ما ناسبش معلمين تقال. اللي زي حمدان محتاج النسب، لكن انت ما يلزمكش والقلب ما يريح. انت عايز الصراحه يا سلطان؟ اؤمر يا معلمي. بس افرض قالت لا وضحكت عليا العالم. وده معقولة يا معلمي؟ اللي زي دي تتمنى تراب رجليك. أنست وشرفت يا أبو نسب، وأنا دايما في الخدمة وتحت أمرك. المهم أنا مش عاوز مشاكل خالص مع زينهم يا حمدان. ماشي، اعتبر كلمتك سيف على رقبتي. وأنت يا سمير. الله، سميرة يا سميرة. أيوه يلا. أيوه يا حمدان. انت تاخدي راحتك في العزبه عند اخوكي وتزوري اهلي كلهم واحد واحد. ولو انك هتوحشيني بس ما تستعجليش. اوحشك برضو ولا فرصه تلعب بديلك؟ لا اله الا الله، شايفه شافع بيه مفيش فايده، الستات دي نفخه زي لحمه الراس. خلاص زي ما اتفقنا يا حمدان. وجب، واعتبر الكلام كله كانه حصل. يلا يا سمير. يلا يا اخويا. يلا. هتوحشني يا حمدان. طيب لا لا لا، طب مع السلامه. مع السلامه. ألف سلامة. هاد يا سلامة. أنت هاد يا سلامة. ولا ولا قوم. لا مؤاخذة يا معلمي، أصل كنت مشغول امبارح طول الليل بغسل البهايم. أنت هاد مش هتكبر بقى على غسيل البهايم. انا معلمه سد في كله. وانا قد مستجدعك، عايز انطقك كده واعمل منك بشكار. بشكار زي جابر؟ واجدع من جابر. بس انت بقى ناقصك شويه قيافه وشويه تعليم. انا تحت امرك يا معلم. كده؟ طب اول درس هتروح عزبه شافع بيه وتجيب بهايم. ماشي، وهتشوف. طب روح غير الجلابيه بتاعتك دي وترسم. ماشي. مؤاخذه يا معلم، بس ما عنديش غيرها. خد يا تايف. ماشي يا معلم. ولبست قايش وعلقت كازلك ومستحاد. من انت كله يا واد؟ المعلم حمدان علمني الصنع. انت مش عايزاني اتعلم وابقى فل وسيد الكل. الحقيقه يشكر حمدان. على العموم هو الكسبان. طبعا يا حبيبي، هو هيلاقي زيك فين؟ وهقوم مشاط احمد، وهيبعتني النهارده اخر النهار عزبه شافعي بيه عشان اجيب له بهايم من هناك. يا خاي لوحدك؟ لا معايا طوره رجاله، بس انا المعلم عليهم طبعا. يا حبيبي تروح وتيجي بالسلام. في صحة العزوبية ولو مؤقتا. بس القعدة دي ناشفة، عايزة مزة. التليفون موجود، اطلب لك توحة ولا اختار؟ دول عاملين زي لحمة الجمعية. احنا عايزين قتلهم شافي. جابر تحت امرك يا معلم. المرشيدس تحت، راحت البنت افكار. افكار وهي هتقرا تيجي يا معلم. ما انا هفهمك تقول لها ايه، اصلا انا عامل لها بلعوبه يخرش الميه. ايوه يا معلمي، بس ده يبقى حرام لا مؤاخذه. نعم اخويا، والمنكر ده مش حرام. النسوان اللي كانت هتيجي بالتليفون مش حرام، ولا افكار بس هي اللي انزلت؟ لا ما اقصدش يا معلمي، بس البت دي بالرويه وممكن تعمل لها شبوره في المذبح. اللي بتيجي هنا وتنبسط يا خفيف ما بتتكلمش يا غشيم. يبقى لا يا معلم. طب بتقول لنا لا؟ هو كده في المزاج.
تعرفش. انا راجل بشكار صنايع يعني، وشغلتي في المذبح وبس. وما تلزمنيش كمان في المذبح. بلاش ايديك بس. ضربي بقى يا معلم. بصحة افكاري اللي جايه ليها. بسم الله الحفيظ. بسم الله الحفيظ. مين؟ مين؟ طيب خير يا فتحي؟ ايه اللي جابك السعاده؟ سلامة بعيد عنك. ماله؟ كان رايح عزبة شافعي بيه، اتقلبت العربية بيه على الطريق الزراعي. هي مصدقة. واتنقل على بيت حمدان وفي حالة خطر. سلامة. وعايزك بالاسم. يا لهوي سلامة.